ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر برو. فيديو جديد. فيديو النهارده موسى سام جوه عقلي. اوكي، الاغنيه دي كتبتوها لي كتير فشخ، برضو من ضمن الاغاني مكتوبه كتير، واخيرا هعملها النهارده ان شاء الله. وفي اغاني كتير قوي انت بتكتبوها انا نفسي اعملها، والله العظيم نفسي. اوكي، بس طبعا عشان الوقت قد كده. اوكي، انا بحاول ان انا اخد اللي اقدر اخد من الوقت منه. اوكي، ما علينا، مش عارف ايه التشبيه ده بس يعني جت معايا كده. ما علينا، خلينا نخش على طول على الفيديو. يلا ليتس جو. تخيلني قاعد في اوضه متكتف مليانه شخبطه عن طفل بيتاسف، الاضاءه خافته مفيش اي مهندس الحاجات دي مقتل، مليانه شخبطه عن طفل بيتاسف الاضاءه خافته مفيش اي مهندس الحاجات دي مقتل. ماما مش وقتك، بلاش تخشي جوه عقلي انا بحاول، بلاش تزعقي عشان خاطر انا اسف، بلاش تقوليلي اني فاشل انا عارف مش هنام وانا واقف، كنت بس بتاوي كنت بس بتحايب اهو اسف، انا قليلي اني فاشل انا عارف مش هنام وانا واقف، كنت بس بتاوي كنت بس بتحايب اهو اسف، انا قلتك الناس دي بتحاول تقتلني بقى، كل مره بتكلم بحس اني ماده للسف، حكايتي مش سهله، الحكايتي في المتحف بتخليني عظيم بس في العالم ده لا بتخليني مفيش، لان في دماغي في لفته بتقول لي انت مين ومش طبيعي، كل ما اسال الاجابه بتزيد اسم، حاسس اني بسيح نفسي ابيد جسمي محبوس جوه كيس شيبسي، شيء نسبي مفيش اسمي عشان هكون انا هموت واسيب كتفي، يا بدو وصل وسط طوب جبل ده جزء بس، وسط هدوء النفس في جزء مسخ بيبص لي بعيون هو مني سح، هل هما فاسدين عشان حسن الناس عشان بطء الوقت، حاول انجزك فحط اللحم قدامي هثبت لك ان الظلم صح، والحياه بنت وسخه مش هتفك النحس الا لو بقيت كده اسف، كان لازم استمر فاشل بس مش ستايلو بيفكرني ب ان اف تاني. اوكي، لو حد كان متابع من الاول خالص، ان اف برضو بيتكلم عن قصص، برضو حاجات حصلت له او حاجات كانت بتحصل له زمان. انا بحب برضو من الستايلات اللي هي اللي بتبقى فيها القصص دي، بحبها جدا. فالبداية تحفة، انا مكنتش عايز اوقف بصراحة، مش عايز اوقف اعمل رياكت بصراحة، اللي هو عايز اسمعها للاخر يعني. ما علينا، فخلينا نكمل، لان انا دقيقة كاملة بسمع، اللي هو مش عايز اوقف، عايز افهم هو بيتكلم عن ايه وايه اللي حصل، فاهم؟ عجباني فشخ، انا عجباني هو، بس البداية تحفة، البداية تحفة. بس قلتلك التعليم بيزيك، كنت في صيدلة ما تضحكش عليهم دي مش موهبة، شفت ازاي كلنا بنغلط جوه على الاتنين، كان لازم استمر فاشل بس مش قلتلك التعليم بيزيك، كنت في صيدلة ما تضحكش عليهم دي مش موهبة، شفت ازاي كلنا بنغلط جوه على الاتنين، وانت لسه بتسقط انا ممكن اخليك تعيط دلوقتي لو اتكلمت شوية عن شكل جسمك، عن نفسي لسه مش حابب ازيك، بفهمك بس الدنيا ماشية ازاي، هخبي اسمك قول لهم موسى وملكش دعوة سيب اتكلم في اللي جاي، بس مش خايف من حاجة، ناس مش بتموت من نفسها، كاش مش بيقولها انا مساعة، فاستك صدوق طعم دماغك الدم مش هيدوب من امثالك. اليوم كان طويل بس مش اطول من بالي، العالم حلو وجميل وكده، طول ما احنا في دماغي طول ما احنا ثواني بنعدي، مفيش اي منطق ثواني وهكون بعيط، بس هعملها لك على شكل مامبل، بص في عينيا هتلاقي بياض، ايه بس جوايا اسود، قلت لهم ان احنا عايشين في السما، في عينيا في بياض بس من جوايا في انا اسود، او من جوايا ايه ايه بس جوايا اسود، قلت لهم ان احنا عايشين في السما، قالوا لي اثبت قالوا لي امسك الموز ده وقطع، قلت لهم احنا عايشين في السما، قالوا لي امسك الموز ده وقطع في السما، قالوا لي اثبت قالوا لي امسك الموز ده وقطع، جايز تفضل متلزق حسيت ان انا محتاج ان ابطل، بس مين هيصدق العلامات دي جوا جسمي بتعلم بتخليني مش خايف اتألم، تدفيني لو جسمي بيتلج بحس بالطاقة، انا جسمي بيتجدد ولسه بستحمل، بس مش لازم اكون ملاك قدامي ناس، انا ساكت بس بقول كلام طول حياتي وانا خايف وبتوه عشان طفل هادي منبوز وملوش مكان، ملعون امان الناس دي لو مخزوه عشان طفل هادي منبوز وملوش مكان، ملعون امان الناس دي لو مخزون سواد في دماغي، مطلوب ان اكون جبان بالتالي الخوف بيكون انسان بشيب تاني، بيبص في عينيا ولساني واقف في حياة الحمام، بس تساني سافج مش انت مواس في حسناتي زادت، بتف كلام عشان افضل عايش بائس،
مش شايف العالم حلو، ده صاحبي للأسف مش سابق سنه، كلهم بيقولوا ان هم شياطين وهو في هدوء الشيطان جوا منه، بس هو بيخاف. كلهم بيقولوا ان هم شياطين وهو في هدوء الشيطان جوا منه، بس هو بيخاف. انا في كل كلمة بيقولها انا بقعد اتخيل يعني الشخص هادي جوه منه في شيء. كلهم بيقولوا ان هم شياطين وهو في هدوء الشيطان جوه منه، بس هو بيخاف يقول، هو بقه مقفول عشان نام مقتول، بيضحك على طول وبلاش فضول تسمع حشاك كان معك مشنوق. اسف بهزر معاك ما ماتش مشنوق ولا حاجه، بس كان عاوز يكون انسان لقى نفسه شماعة، الناس دي كلها بتقوله انت السبب، ايه ايه لقى نفسه بلاع، كله بيسيب زبالته جواه بعدين يطلب منه ينساه ازاي مش فاهم، بس لازم يتعود مش لازم يجود ويحس بالعظمة، لازم يدود الناس مش بتموت، الناس دي بتكون جواه كذا شخص، وكل ما يزيد وبيزيد غضب، كل اللي في ايده مفيش صنم، جزء في سويته معليش صدى، عشان كده بيسمع نفسه حزين طبعا، للأسف حياتي ملخبطة. بيسمع نفسه حزين طبعا، معليش صدى، عشان كده بيسمع نفسه حزين طبعا، للاسف حياتي ملخبطه، متضحكش عليا اخبطك، جوا عقلي مفيش الا مخاط فقط، عشان كده مسحول ومش عارف اطلع. تخيلني قاعد في مكان فاضي، عقلي بيبوظ، السواد طاغي، السواد صافي، لو نقيت من كده الزوايا الماضي، بس في كسف سواد بقى جوايا ومفيش حد فوق ينقذني من الفيل، في عقلي صوت بيقول لي الغي، قال لي هو الاوه وانا الفي، بحاول اتغلب على العجز ده، بحاول اتكلم فبكتب لك، انا طفل وشيطان وكهل ده كنت احلام، طفل شيطان، بحاول اتكلم فبكتب لك، انا طفل وشيطان وكهل ده كنت احلام، فانتك فا مش احتاج ان اتكلم، احتاج اغني، مش احتاج ان احتاج لان مش محتاجني، احتاج بس انام عشان احلم بنفسي، اللي محتاج اغني، مش احتاج ان احتاج لان مش محتاجني، احتاج. الجملة دي انا حاسس انها فاهمها وفي نفس الوقت مش فاهمها، محتاج اللي مش محتاج، حاسس اني محتاجني، تكفى مش احتاج ان اتكلم، احتاج اغني، مش احتاج ان احتاج لان مش محتاجني، لاني مش محتاج، احتاج بس انام عشان احلم بنفسي، وانا ملك بحكم كل الناس جوا عقلي. عقلي او في برو، الاغنيه دي سو فاكين ديب، اوه شيت برو، واو واو واو، انا الاغاني دي كنت محتاجها من شهر او شهرين، كنت فعلا كنت تعبان نفسيا، وكنت عارف انت الكلام اللي هو بيقوله ده اللي هو what the... مش كله اوكي، بس في نقط كده اللي هو واو واو. اوكي، الاغنيه دي ما ينفعش تعمل عليها رياكت اولا، تمام؟ لان الاغنيه دي انت تسمعه بس ما تتكلمش يعني، فاهم؟ 4 دقايق سكوت بتسمع وبس، فما اعتقدش الاغنيه دي من انواع الاغاني اللي الواحد يعمل يقدر يعمل عليها رياكت، يعني زي ما انا قلت في الاول انا قاعد دقيقه ومش عايز اوقف، وبعد كده كملت ووقفت، والله غصب عني اوقف لازم اتكلم اوكي، بس فعلا انا فعلا مش ما كنتش عايز اوقف يعني، بوقف غصب عني انا اوكي، لان الاغنيه دي ما ينفعش تعمل عليها رياكت، ما ينفعش، صعب صعب. بعدين كلام واو واو، كلام ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكو، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، يلا تشوس.